طبعا يمكن اول يوم وصلت فيه النادي طبعا الطبيعي القياسات البدنيه، عملت ان بادي، طمنت على نفسي في الاول. طبعا يمكن ما اقدرش ان انا اخش مع فريق في مظبوط نص السيزون، مظبوط، لازم يبقى في برنامج تأهيل تاهيلي مع مدرب الاحمال طبعا. فالحمد لله باخده بقالي ماكسيمم اسبوعين، تمام. يمكن ان شاء الله باذن الله في خلال الاسبوع 10 ايام ان شاء الله باذن الله اقدر ان انا اخش مع الفرقه تمام. لان طبعا الفرقه دلوقتي في ماشيين مباريات، اللعيبه كلها فيت 100%، فانا عايز اخش اول ما اخش مع الفرقه ابقى انا كمان فيت 100% عشان اقدر ان انا اتمرن بشكل كويس واظهر بشكل كويس مع الفرقه. فباخد تدريب صباحي مع الفريق او لو في مسائي نفس الكلام معانا طبعا. بخلص ببقى طول الوقت موجود مع حسن بره النادي في الجيم عنده الخاص بيه، بنتمرن برضو. يعني انا مركز خلال الفتره دي قدامي شهر مركز فيه بشكل كبير جدا، ان انا ان شاء الله باذن الله مع نهايه الشهر ده باذن الله يبقى الواحد جاهز بنسبه 100% ان شاء الله.